أهلا ومرحبا بحضراتكم في خامس محاضرات التحكيم التجاري الدولي. وموضوع اليوم هو بطلان اتفاق التحكيم الوارد في صيغة شرط تحكيم في العقد. كما سبق وأن أسلفنا وبينا أن عقد الاتفاق الذي يتم أو يبرم بين الأطراف قد يتضمن اشتمال على بند وهو شرط باللجوء إلى التحكيم. وشرط اللجوء إلى التحكيم هو بمثابة اتفاق، وقلنا أنه اتفاق قاصر مانع، وقلنا أنه اتفاق مستقل يتمتع باستقلالية، ولو بطل العقد الأصلي يظل هذا الاتفاق صحيح. ولكن في واقع الأمر من المشاكل العملية التي تصادف نظر النزاعات المتعلقة بوجود اتفاقات تحكيم في العقود، أن هناك عقود تشتمل على اتفاق بند صغير كده في اتفاق اللجوء الى التحكيم بمجرد نشوء نزاع بين الاطراف فقط، وكما قلنا انه شرط قاصر، يعني ما يبينش فيه عناصر التحكيم ولا طريقه اللجوء الى التحكيم ولا اي شيء، وانما في حاله وجود نزاع الاطراف يلجأوا بقى الى وضع هذه العناصر بشكل مستقل. طيب اين تكمن المشكله؟ تكمن المشكله في استغلال بعض الاشخاص لهذا الشرط. يظل الشرط ده كأنه عائق يحول بينك وبين مطالبتك بحقك. يعني ايه؟ يعني انا ابرمت مع حضرتك عقد، هذا العقد تضمنت فيه شرط الاتفاق على التحكيم، حصل ان انا اخليت بالتزاماتي، قمت حضرتك رفعت دعوى امام القضاء العادي تطالب بهذا الحق، قمت انا رحت دفعت بعدم قبول الدعوه لوجود اتفاق تحكيم والمحكمه قضت لي بعدم قبول، جيت حضرتك تلجأ الى التحكيم، اصبح هناك مشكله. اي مركز تحكيم هتلجأ اليه، واي نوع من التحكيم هتلجأ اليه، واي موضوع سوف يطرح على هيئه التحكيم، وما هي هيئه التحكيم، وما هي مده التحكيم، وما هو خضوع الطرف الثاني والزاميته الى اللجوء الى التحكيم. كل هذه العناصر يجب ان تفرق في اتفاق. تاتي لتتفاوض مع الشخص الاخر يقول لك لا انا مش هتفاوض معك، انا رافض ان انا اضع بيني وبينك اي نوع من انواع الاتفاقات. فتكتشف انك في عائق يحول بينك وبين اللجوء الى التحكيم او الى اللجوء الى القضاء، وبالتالي تلجا الى الشكل الاجرائي والقانوني العادي في رفع دعوه بتعيين مركز تحكيم وتعيين محكمين وإلزام الخصم بلائحة المركز الذي سوف تعينه المحكمة، ثم إلزامه بالحضور وإعلانه على مقره وتواجده في جلسات التحكيم لإبداء دفاعه والرد على ما سيادتك بنيته من أوجه في المطالبة بحق. هذه المطالبات حتى تبنى تكتشف أنك دخلت في نزاع ظل مدة لا تقل من 5-7 سنوات. 5-7 سنوات فات على حضرتك الربح ولحق بك خسارة وترتب عليها زيادة وغلاء في الأسعار وبالتالي أصابك ضرر، مما يجعلك بتطالب بحقك بعد مرور مدة زمنية كبيرة جدا كان من المفترض أن تنجز إذا ما لجأت إلى التحكيم من قبل. فما الحل؟ الحل يكمن في دعوة مستقلة، وهي دعوة بطلان شرط التحكيم. ويختلف الأمر هنا بين أن أنا بقول لحضرتك دعوة بطلان حكم التحكيم، ده معناه أن التحكيم نظر وانتهي ويبطل الحكم، لكن أنا هنا بطل الاتفاق نفسه الذي جعلني ألجأ إلى التحكيم. ذلك أولا لعدم نية العاقد على اللجوء إلى التحكيم. محكمة النقض أكدت أن يجب على العاقد اللي هو المتعاقد اللي وقع عليه الضرر يعني أن تكون نيته صحيحة في اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي إذا تبين أن نيته لم تكن واضحة وصريحة في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع يبطل الاتفاق ويبطل الحكم التحكيم الذي بني عليه، وهذا حكم صدر من محكمة النقض. كما أن هناك عدة عقود منع أن يشتمل
على وجود اتفاق تحكيم فيها، مثل عقود العمل. عقود العمل من ضمن العقود اللي بتبيح للعامل المطالبة بحقه برسوم قليلة جدا، وبأن يحصل على أحكام تكون لصالحه، من حقه أن يفرغ عليها صيغة تنفيذية ليقوم بها بتنفيذ جبري على الشركة أو الجهة التي كان يعمل بها لاستيفاء مستحقاته. طيب، اللجوء إلى التحكيم هو وسيلة سلمية لفض النزاع، هو وسيلة موجزة، ولكن هو أيضا وسيلة غالية الثمن. وبالتالي إذا شمل اتفاق تحكيم على عقد عمل، سوف يكون العامل المتضرر ماليا والمتضرر ماديا والمتضرر معنويا في اللجوء إلى التحكيم وإنفاق مصاريف باهظة الثمن، هو لا يعلم إن كان سوف يحصل عليها مرة أخرى أو لا. وبالتالي هنا الاتفاق على التحكيم أصبح اتفاق مخالف للنظام العام. وأيضا اتفاقات التحكيم المخالفة للنظام العام كثيرة، مثل النزاعات المتعلقة بدعاوى صحة والنفاذ ودعاوى شهر العقاري، دعاوى الأحوال الشخصية وغيرها من الأمور التي عرض فيها القانون أنها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز التحكيم فيها، أو الأمور التي تنتهي بالصلح. أيضا منع القانون التحكيم بالأمور التي تنتهي بالصلح. وجه آخر من أوجه البطلان لعدم اكتمال عناصر التحكيم. عناصر التحكيم كما سبق وأن أسلفنا في الفيديوهات السابقة أنها تشتمل على اسم التحكيم ومكانه وموضوعه وموضوع النزاع وعناصر ومركز التحكيم، كل هذا غير موجود. أنا لما برفع دعوة بطلان لعدم اشتمال عناصر التحكيم، أنت ما وضحتليش أنا هلجأ فين أو أنا هروح فين أو أنا هحكم عند مين، ده زائد إن أنت مش عايز تقعد معايا، بالتالي أنت بينت نية مسبقة ونية واضحة إنك أنت بتبيد النية بإخلالك التزامك وبتضع لي شرط يعرقل حقي في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يقع علي. إضافة إلى وجود يعني استفادة من شرط التحكيم بالنسبة للطرف الآخر، ذلك لتعطيل الخصم من اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم وأخذ حكم عليه بصورة موجزة، وبالتالي ممكن يحقق ده جريمة نصب. مما يعني أن شرط التحكيم وإن اشتمل في بعض العقود، لكن من حق الطرف أن يرفع دعوة ببطلان وأن يتمسك بهذا البطلان طالما أنه في مصلحته والمحكمة أن تقضي به. ومن حقه أيضا اللجوء إلى التحكيم نفسه، يعني طالما أن هناك اتفاق على تحكيم أنا ممكن ألجأ إلى التحكيم والجأ إلى مركز تحكيم، ومركز التحكيم يعلمه ويقول له أنت أبرمت اتفاق وقلت أنك أنت هتلجأ إلى التحكيم ونحن بنعلنك، لو حضرتك رافض تعال أقول أنا رافض، يجي شخص ما يروحش أنا مش متفق معك، أنا ما اتفقتش أن أنا هحط التحكيم هنا أو هعرض موضوع التحكيم هنا أو في المركز ده، أنا قلت هعرضه في مركز تاني، طب ليه حضرتك ما رحتش تقول ده؟ وبالتالي هو أيضا وجه من الأوجه اللي بتتبين منها محكمة الموضوع الأصلي المختصة أصلا بنظر النزاع في دعوة بقى بطلان شرط التحكيم من أن هذا المتعاقد كان ينوي نية الإخلال بالالتزامات التعاقدية. ومن هنا يحق لكل من يتضرر من وجود شرط على اللجوء إلى التحكيم في أن يرفع دعوة ببطلان شرط التحكيم المبرم أو المبين كبند من بنود العقد الأصلي. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي، شكرا جزيلا.